ومعنا الآن الأخ مولاي عبد الرحمن اللي غيشرح لنا حتى هو الواقع اللي كيعيشوه من عدة جوانب. مرحبا بالأخ مولاي. شكرا شكرا شكرا، والتحية للأخبار أخبار الفجر أخبار الفجر المغربية. شكرا لكم على الأتعاب، أنتم جايين من الدار البيضاء نعم ستال عندنا، كنرحبوا بكم وشكرا لكم، شكرا بزاف. والاش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حنا في هذه الارض هذه حنا تنهبنا، ارضنا تباعت وكتباع، الارض ديال السلاله ديال الارض السلاليه كتباع هنا وكتعطى بالاثمنه باخسه، وكتعطى الهيبه، كتعطى هيبه لهذاك وهذاك وهذاك اللي ما يستحقوهاش، اللي مشى من ذوي الحقوق. الارض السلاليه ماشي ما كتعطاش وما كتباعش، كتعطى لذوي الحقوق. وسيدنا الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو، ما بغا هكا غير هاد الناس هادو اللي دايرين بهاد النقطه هادي، هما اللي كيديروا هكا. ها التسليم ديال التوقيعات ديال السيد وبريش، ها هما نعم، ها التوقيعات ديال هذاك اللي كيزور، ها هما، ها هو شوف واضح، ها هما الواضح. والناس وهاد التسليم باش كتستافدوا، هاد الناس هادو كلهم توفاو، فيهم 17 واحد توفت، وفيهم ثلاثة جوج المقدمين وثلاثة واحد الشيخ، والناس اخرين كلهم توفوا ومازال كيجيو فيهم. هاد الناس ها هي الوثيقة ديال 87 فيهم ثلاثة ميتين، يعني 30 سنة وأكثر هذه باش توفوا، ومازال فيهم ثلاثة الناس توفوا بأكثر من 30 سنة ومازال كيوقعوا اليوم. أشنو هادش؟ يعني كما لاحظنا قبيلة كما وريتوا لينا كاين مصادقة في نهار واحد شهر واحد في نهار هذه وثيقة اللي مزورة هي 1/1/86 1/1/86 عطلة رأس السنة، العالم 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 كله وقف، وهنا حنا قدامين هنا كنوقعوا أختام إدارية، أختام إدارية هنا كتوقع. لا حول ولا قوة إلا بالله، راه الأختام ديال الإدارة راه ماشي، ولا عندنا هنا هذا كيوقع بعده، نائب الوكيل كيوقع في بلاصه الباشا، كيوقع في بلاصه الوكيل، كيوقع في بلاصه الاعيان، 17 23 معين كيوقع بلاصته بوحدو. اشنا هو هذا الشيء هذا؟ راه ليبيا فاش كاين الحرب هكا عشتها، ما فيش الظلم هذا اللي كاين هنا، ما كاينش الظلم بحال هذه البلاد هذه، ما كاينش بحال الظلم هذا اللي كاين في هذه البلاد هذه. علاش؟ وثيقه اخرى قبل ما يدخل السيد اوبريش لهنا، يعني قبل ما يتعين، اشنا هو قبل ما يدخل؟ قبل ما يتعين الاب دز، ها هي 10/5/85 هو دخل، هو تعين الاب دز في 86. اشنا التلاعب هذا؟ اشنا هو هذا الشيء هذا؟ شكون اللي كيحمي هذا؟ هذا شكون اللي كيحمي اللي بغينا؟ والمسؤوليه كترجع للبشوات اللي كيوقعوا ليه بالتحيين، اللي كيحينوا ليه هاد التسليم هادو، التسليم المزوره، هذوك البشوات اللي كيحينوهم هما المسؤوليه كترجع لهم، وكترجع المسؤوليه لهذوك الاعيان، يعني لهذوك الاعيان ديال القبيله اللي لا حول ولا قوه الا بالله. هو حي واستافد وثيقه مزوره ميتين، هو حي ومستافد وثيقه فيها الناس ميتين، وهو معين كما بحالو بحال الاخر. واش هو بغى يستافد هاد المهزله هادي؟ راه ما كايناش هاد المهزله، هاد الناس واللجنه كاينه اللجنه وكاينين هاد الاعيان هادو، لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم مساكن والناس يعني واعيين وقاريين ولا حول، مشريين حتى هما بحالهم بحال السفينه، راه السفينه هنا راه غاديه غير هكاك بدون مقود، ما كاينش اللي يقود، هذا واحد اللي كيقود هنا، امي الكتبه ديالو بليه، امي الكتبه ديالو باينه بلا ما يقول لي هذا ولا هذا، ها الكتبه ديالو مؤخرا عاد كتكتب ليه لبناتو وكيكتبوا ليه نسابو، وما راه الكتبه ديالو راه واضحه، ما فيش شي واحد اللي ما يعرف الكتبه ديالو، حيت هو معروف يعني ما يعرف ولا ما قاري في الجامعه وخلاص، ما فيش شي. وشنو هذا الشيء هذا؟ هذا الشيء راه الناس راه كنطلبوا سيدنا، سيدنا راه قلتها وعاود قلتها، سيدنا هو اللي غادي يدير لنا حل هنا في هذه البلاد، سيدنا كنطلبوه يتدخل لينا. وراه درت شكايه، انا درتها شكايه واستجبوا لينا الحكومه الجديده بعدا، كنشكروها على المبادره اللي دارت، وراه صيفطت انا درت شكايه
درت شكايه وجاوبوني وراه تحينات عاوتاني للسيد الوكيل في زاكوره، راه مازال راه ملي درناها جاوبونا، راه مازال ما دلينا بالوثائق ديالنا، مازال غادي ندلو بهم، مازال غادي نعطيو تصريحات لكل شيء، والله يهديهم باش يعطونا حقنا. هذيك ارضنا تما غنموتوا، تما ما غاديش نوضوا منها، تما غنموتوا، تما ارضنا هذه، باش يجي واحد براني يستغلها بخصة هكاك، راه لا يعقل، لا يعقل. هاد الناس هادو كيفاش هاد الناس هادو يجي واحد ماشي من ذوي الحقوق؟ انا 55 سنة 56 سنة اللي عندي ما خديتش بر، انا اول واحد وما عندي حق بولادي، جايين ولاد صغار، ولد الوكيل قالوا استافد تما هو ولد 18 سنة واستافد في وثيقة ديال 93، يعني مازال ما تزاد في سنتين. اش هاد المنكر هذا؟ مازال ما تزاد في سنتين هو استافد؟ اه ارجع الحساب وتشوف شنو هو، راه مازال كاع ما تزاد واستفد، راه لا يعقل، لا حول ولا قوه. كنطالبوا سنيا هو اللي غادي يدير لنا حل، سيدنا الله ينصرو، راه ما غاديش يقبل لي الظلم هذا، يظلمونا الناس، راه تعداو علينا، راه تعداو علينا بزاف، راه تعداو علينا اكثر من اللازم. وتنشكروا اخبار الفجر، تحيه لكم حيت جيتوا من الدار البيضاء، وكنشكركم بزاف. جدد الترحاب على القناه، على اخبار الفجر. وبالمناسبة في الحقيقة هذا الشيء اللي كيقولوا الإخوان راه كله حقيقي، الإخوان ديالنا اللي هما مظلومين راح بحالنا بحالهم. أنا كذوي حقوق عندي 34 سنة وساكن عند الأب ديالي، هذه راها مهزلة في أكدز. أكدز دابا ولات ضيعة بمعنى الكلمة، ضيعة ولات أرض خصبة، يعني أي واحد راه كيجي كيعطيو هنا بقعة كيستفد، بل هي بمثابة أرض داسمة بمعنى الكلمة خصبة، كيديو البقاع هكاك هباء منطورة، يعني ما كايناش شي حاجة نيت ديال الواقع أنها تفرق الأراضي السلالية، الناس ديال ذوي الحقوق وبالممثلين ديالها. وبالمناسبة كنحمل المسؤولية للممثلين ديالها، الأعيان هما اللي كيتحملوا المسؤولية ديال هادشي، والله ما ظن منكر هادشي، ضروري انه يكون التدخل ديال جلاله الملك الله يجازيه الله ينصره. وبالمناسبه كناشدوا انه الاخوان المسؤولين انه يلقاو الحل لهاد الناس هادو، غير في اطار يعني ما غاديش نشير للنقط اللي شاروا لها الاخوان، ما غاديش نكررها، الا انه النقطه التي افاضت الكاس اللي كتهمنا في هذا النضال، الا وهي حي المصلى. كما كتعرفوا كما كيعرف الجميع في أكدز أن حي المصلى تفرق بطريقة يعني كما كنسموها وزيعة، بحال غادي تي واحد الوزيعة وزعوها بيناتهم شي مسؤولين، شي أعضاء في الجماعة، شي هادو ديالنا باك صاحبي هذا ديالنا وهذا. مع العلم أن حي المصلى هو واحد الحي اللي راقي، يعني بقع فيه ما كاينش بقعة اللي رخيصة تما، بقعة اللي يعني ما غاديش تلقى فيها شي واحد من ذوي الحقوق لإنسان بسيط ولا فقير، كتلقى بالعكس أن واحد كيستافد 8 البقع ولا 9 البقع، والبلاصة اللي مزيانة كتلقى فيها عود تاني عنده البقع ديالو. المشكل اللي عندنا مع هاد الناس هو أنهم اللي كتشير لهم لهاد الحي هذا يعطيونا التفاصيل، يعطيونا الصراحة أش كاين في هاد الحي، كيتهربوا من هاد المسألة، وكي يعني كيقول لك ماشي غير حي المصلى اللي كاين، راه كاين أحياء أخرين فعلا، كاين احياء اخرين، ولكن عطيونا الحقيقه ديال هذا الحي، علاش تفرق بهذه الطريقه؟ وكاين كيقول راه فيه مسؤولين في العماله، هذا الشيء راه لا يعقل انه واحد الانسان اللي ماشي من ذوي الحقوق يجي يشد بقعه اللي يستحقها واحد من ذوي الحقوق، كما شار الاخ 34 سنه وساكن مع والديه، والاخر عنده 45 سنه، كاينين الناس اللي كاينين في العائلات 37 واحد 38 في دار واحد وفي 2021، والحمد لله كاين الاراضي كاين هذا، ولكن كتلقى ديما هادوك الناس اللي معروفين هادو كيشدوا جوج بقع هادو ثلاثه، هذا كتلقى واحد مسكين ساكن هو ولد اكدز ولد ذوي الحقوق وعنده الحق وساكن كاري ولا ساكن في شي دار كيطلب شي واحد اخر باش يعطيه شي دار قديمه باش يسكن فيها، راه عار هذا الشيء راه بزاف. المشكل ديالنا هو عدم الاستجابه، كنديروا شكايات كنديروا تقارير لكن لا من يستجيب، وشكرا. واش كطالبوا؟ انا دابا كنطالبوا
يعني بإعادة توزيع الحي المصلى. كان طالبوا الناس اللي من الحق ديالهم الحقيقي أنه يستافدوا في حي المصلى يستافدوا، الناس اللي ما عندهمش الحق اللي ماشي من ذوي الحقوق يتحيد لهم الترخيص هذا اللي تعطاهم وهذا التسليم هذا اللي تعطاهم. وكان طالبوا في نفس الوقت بإلغاء هذه التسليم اللي فيها التزوير، يعني بالعمل بطريقة القانون اللي بدات دابا اللي كان عرفوها هي احنا راه قانونيين، راه ماشي كنقولوا العشوائيه، احنا راه بغينا وداديات، بغينا تجزئات، بغينا شي حاجه منظمه. كتجي دابا الطاكسي ما كاينش فين ندخل، كيجي الطوبيس، الا بغينا نجيبوا الطوبيس ما كاينش في الاحياء، ما كاينش الشوارع. علاش علاش؟ ولان ارض عندنا حتى غير الدخله ديال المدينه ما عندناش، تالي وين حدانا في جهه تاكادير عندها واحد الدخله رغم انها ما عندهاش، يعني الطرب اللي عندنا مثلا حنا هنايا كتلقاها دخلها زوينه وهذا كتقول مدينه بجميع المواصفات.